شكرا للزميلة العزيزة رشا نبيل. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة. قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد أصوات المصريين في الخارج بلغ 17500 ناخب في جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الثانية. وفيما يتعلق بالشكاوى، أعلن مروان ورود 36 شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات تتعلق بالدعاية الانتخابية، وأن الشكاوى تعرض على لجنة الرصد المختصة للبت فيها. أضاف أن ما أثير في بعض البرامج التلفزيونية حول الرشاوى الانتخابية لم يتقدم به بلاغ حتى الآن. وفيما يتعلق بالمخالفات، كشفت اللجنة وجود مخالفات بالحسابات البنكية الخاصة ببعض المرشحين والتي يتلقون عليها تبرعات الدعاية، علاوة على تجاوز سقف الدعاية الانتخابية. وطلبت اللجنة من لديه أي تسجيلات بشأن خروقات للعملية الانتخابية بالتقدم بها للجنة العليا للانتخابات. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات في جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بدائرة مصر الجديدة والنزهة، فيما تولت قوات الحرس الجمهوري تأمين المنطقة المحيطة باللجنة قبل وصول الرئيس. قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إن حالة الاستنفار الأمني مستمرة بين كافة القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بمقر لجنته الانتخابية في مدينة نصر. وأكد وزير الداخلية أنه أصدر توجيهات لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتوفير عدد من المقاعد المتحركة باللجان الانتخابية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم دون مشقة. وأشار وزير الداخلية إلى أن غرفة العمليات بالوزارة والتي يشرف عليها بنفسه لم تتلقى حتى الآن من غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن 13 التي تجرى بها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية أي اختارات حول وقوع أي من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية حتى الآن. هذا وتمكن رجال المفرقعات بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية من إبطال مفعول قنبلتين بدائية الصنع وضعهما مجهولون بإحدى شوارع مدينة الخصوص. وكان قسم شرطة الخصوص قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جسمين غريبين بشارع كابينة النور، وتوجه رجال المفرقعات وسيارات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجسمين عبارة عن قنبلتين بدائية الصنع وتم إبطال مفعولهما، وتجرى قوات الأمن جهودا مكثفة لضبط المتهمين. من جانبه أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً لكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باعتبار اليوم الأربعاء نصف عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مع مناشدة القطاع الخاص بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه لممارسة حقهم الدستوري. أشادت رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات السفيرة هيفاء أبو غزالة بحسن سير العملية الانتخابية، وقالت أن الانتخابات تشهد تأميناً وتنظيماً جيداً، بالإضافة إلى وجود خدمات إضافية من خلال الشرطة النسائية وكذلك وجود المراقبة. وقالت إن هذا يؤكد حرص القيادة المصرية على أن تمر العملية الانتخابية بأعلى قدر من النزاهة والحيادية. وأشارت أبو غزالة إلى أن بعثة الجامعة من خلال انتشارها في 9 محافظات لوحظ وجود دعاية انتخابية لبعض المرشحين خارج اللجان، خاصة وأن عملية الإعادة تتم بين المرشحين على المقاعد الفردية فقط. والآن نعود مرة أخرى إلى الزميلة العزيزة رشا نبيل وضيوفها الكرام في استوديو مصر تقرر. ألقاكم على رأس السابعة، تابعونا.